جواكم الله. طبعا صار لي هوايه ما مسوي فيديوهات، وصار لي هوايه مطالع، لانه فتره الشغل وفتره الفتره اللي راحت شوي كانت فتره بيها مشاريع وبيها شغلات. ان شاء الله ما راح انقطع بالفيديوهات اللي دا اسويها، بس مرات انشغلنا بالوقت وانشغلنا بالتفاصيل حياتنا تخلينا ما نقدر نكون على تواصل وياكم. اليوم انا ويا شغلي اللي هوايه تصوير والاشياء كليتها، اليوم قررت بانه يكون يوم عائلي. حبيت بانه صح اني الفتره كليتها مشغول مشغول مشغول، بس لازم اكون فت قسم يكون للعائله. فاليوم راح اعرفكم على شخصيه كلش راح تحبوها، اللي هي ابن اخويا الصغير اللي هو الكوبي مالتي من انا صغير. زين، عنده شغلات هو يحبها هو يريدها، واليوم اللي راح اسويه يعني راح اتغدى يمهم واخذه واطلع وياه واشوفكم التفاصيل اللي راح يسويها والاستقراض مالته. لا يحبون من الصغر لما يكبرون، صغيره وانت صغيرون عرفنا بنفسي. اعرفكم بالياس وبوبل. سولو ملو هلو طيب موجه شنو؟ هلو كبشه. هلو كبشه. ها بابولي نانا عندكم الياس. انا فاني الياس. اوكي، ونانا الفضل. يلا ستة، وين تريد تروح؟ اني؟ اي للحصان الجوزي. لا بالانجليزي شو يقولون الحصان شنو؟ بالانجليزي شنو؟ خس. والجوزي شنو بالانجليزي؟ براون 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 براون. يا هاي سينو. زين هسه نكمل غدا ونروح وراها. اوكي، بس ايش راح نسوي الياس؟ سوي شعرك. سوي شعرك؟ انا مو سباكي، عندنا اخوي سباكي. يلا هسه راح نسوي سباكي. شنو طالع كيكه هسه؟ طبعا الياس لابس حزام. زين، يقول لي انا احب النظام. تحب النظام؟ ايش اسوي بخشمك؟ اليوم طالع نسيت انا يا احمر وسياره حمراء من جوا وبين سوداء. زين ليش بكيت؟ ليش؟ قولهم ليش؟ الياس راد يفوت يم الحصان، فابو الجيش عم ابو الجيش الشاق وياه قال له ما يصير اطفال يفوتون، بس قال له لا تعطيني بوسه يلا هذا، فبكى وهسه طاب بوسه ويلا دخلنا. للحصانات. بالحصانات؟ لا ماكو حصان. هناك اكو حصان؟ ايش يسوي؟ هذا شوف هذا اللاك. شوف حياتي تطلع عادي ولا تطلع؟ شلونك حياتي؟ مشتاقين. شو اخبارك فدوى؟ اروح لك حبيبي فدوى قلبك. انا شفته على الفيك على السناب. على السناب؟ شلونك؟ جاي يشوف الحصان. ياهو منهم؟ بهذا شوفه. هسه ذي يلعبون، خليهم شويه ورا صعد وراها. انا شنو لون جوزي؟ شو تحب؟ مو هذا جوزي، هذا اللاخ. اللاخ؟ اي. هذا مو انا مو براون. طبعا هذا الزقطوط اللي دشوفوه هذا
الكوبي مالتي لان يعني من كنت انا صغير كان دائما ابوي الله يرحمه ويرحم والديكم كان شنو زعطوط زين صغير زعطوط اني كنت زعطوط طيب كنت صغير كان زعطوط زين فكان شنو كان ابوي الله يرحمه ياخذني يوديني للحصان هم مثلك كنت اروح على الحصان كنت صغير انت هم كنت صغيرون مثلك يلا حصان شوف نشوف انا وياك يلا اتفرج عليه اتفرج عليه شوف هسه راح يجي منا راح يجي منا تابع معنا هذا اجى واحد همينا حاليا استاذ الياس دريد قنع بانه هذول مرضى سو ما يقتنع ها هو مريض لا يلعب هذا ده يلعب يلا سوي لهم باي 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 بوسه بوسه واي لهم اي اي عافيه 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 يلا ليتس جو اشترينا البوبول مال لايون شو شنو هذا وين شو شوفني لا مال لايون وين اللايون هذا مال هذا اللايون زين انت مالتك شنو هذا اللي لازم بيديك زين لبسه خل اشوف شلون لابسه الله هذا شلون طالع بنهاية اليوم تصبحون على خير ان شاء الله حياتكم كلها تكون حلوه وسعيده يمكن اليوم كان يوم مختلف لانه يمكن هاي اول مره ذا اخذ طفل وافتر بي وأشوف الشيء اللي يحبه وجود هيجي طفل بحياتكم هي سعادة تدير بالكم تفرطون بها اليوم الإحساس اللي حسيته كان غير شكل حسيت حياة غير شكل المهم إن شاء الله تكونون بخير بسلامة وخليكم قريبين من أهلكم لأنه الأهل هم الوحيدين الناس اللي يكونون قلبهم عليكم يحبوكم ويريدوا لكم الخير تصبحون على خير وإن شاء الله تكونون بخير.